أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى في هذه الحلقة اللي رح نتكلم عن علم الآثار وعلم النقوش من العهد القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الاكتشافات والنقوش اللي اكتشفوها على حجارة وعلى ورق بردي وعلى الفخار، وطبعا هذه الكتابات ذكر منها أسماء وكتابات من العهد القديم. الكتاب المقدس هو كلمة الله، بيسرد أحداث تاريخية كثيرة، بيذكر عن ممالك كثيرة من العهد القديم، من الأشوريين القدماء والبابليين واليونان والرومان. طبعا كل هذه العصور بحسب الفترة الزمنية بيكتشفوا الآثار بحسب الحقبة الزمنية، وهذه الاكتشافات من أشخاص محايدين اللي البعض منهم كانوا مشككين وملحدين، ولكن هذه الاكتشافات هو علم الأركيولوجي، علم الآثار. عندما يكتشفوا شيء وبشوفوا أنه مذكور مثلا في الكتاب المقدس، هذا يؤكد أنه الله ساهر على كلمته ليجريها. في هذا الجزء الثاني راح نكمل دراستنا عن هذه الاكتشافات حتى مع بعض نستمتع ونشوف انه كيف هذه الاكتشافات أدلة خارجية ولكن تسند الكتاب المقدس، ليس لأن الكتاب يحتاج إلى سند أو إلى تأكيد، ولكن الكتاب هو يدافع عن نفسه. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة. أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان، نستكمل حديثنا مع الدكتور مكرم مشرقي. هو من الجليل، باحث وكاتب ومؤلف في هذه الموضوعات، وله كتب عديدة، أكثر من 20 كتاب وأكثر من 100 مقالة في اللغة العربية العبرية والإنجليزية، وهو شخص يعتبر مرجع في هذا الموضوع. أهلا وسهلا دكتور مكرم، أنت معنا على الهواء. أهلين فيك أسيس نزار، شكرا، بتشرف أكون معك كمان مرة، برحب في كل المشاهدين الأفاضل. وبس عاوز كمان مرة أقول للمشاهدين، رغم يعني كل هذه الامتيازات عن دكتور مكرم، إلا أنه كمان أيضا أخ وصديق، وهو خادم الرب، خادم للإنجيل. برحب فيك مرة تانية أخ مكرم. شكرا، شرف لي. في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن اكتشافات كتيرة، لو حبينا هيك بتلخيص سريع حتى تحط المشاهد اليوم عن ايش اتكلمنا في الحلقة اللي مضت، وطبعا بتمنى انه كل مشاهدين اليوم يرجعوا للحلقة اللي مضت حتى نشوف مرجعيتها، إذا ممكن تشاركنا هيك في تلخيص بسيط عن الحلقة الماضية. الحلقة الماضية احنا تحدثنا عن موضوع علم الآثار والفرع اللي احنا سميناه او يسمى علم او علم النقوش، الكتابات اللي وجدناها في حضارات مختلفة بالأساس على 3 أنواع: الحجارة، الفخار، وأنواع المعادن. واستعرضنا شوي عن أهمية هذا الموضوع وعن الهجومات اللي كانت على الكتاب المقدس قبل اكتشاف هذا الموضوع، وتوالي الاكتشافات الكثيرة عن في هذا
في السنين الأخيرة، يمكن نقول في القرن الماضي، ولكن استعرضنا شوي أمور من بعض الكتابات الأشورية، بعض الكتابات المصرية، بعض الكتابات الإسرائيلية اللي وجدت في الأردن، اللي وجدت في أماكن مختلفة، وكلها بتحكي عن ملوك أو شخصيات معينة، وتتطابق بشكل كتير كبير بدون ما يقصدوا، لأنه هن عم بيحكوا عن نفسهم، لكن ما بين السطور بنقرأ كثير شغلات مذكورة من شخصيات، من أحداث، ومن أسماء لمدن وممالك مختلفة في منطقة إسرائيل، الأراضي المقدسة، كنعان، يعني مش مشكلة كيف نسميها. طيب احنا في هذه الحلقة اخ مكرم راح نستكمل حديثنا عن الاكتشافات. طبعا احنا بعدنا في العهد القديم، بنعمة الرب راح يكون لنا حلقات اخرى عن الاكتشافات والحفريات والنقوش من العهد الجديد. واذا ذاكرت بتساعدني اخر يعني لوحة اللي تكلمت عنها هي جلمودة المونوليث، في اكتشفوها في منطقة الكرخ اللي هي اليوم كردستان، وبعتقد اللي وراها نقش تلدان. تفضل أخ مكرم. نعم، بمعونة الرب احنا منتابع في النقوش، وأشياء حتى أجمل من النقوش رح نشوفها في هاي الحلقة. النقوش المختلفة اللي شفناها، وصلنا لنقش تل دان محفور على الحجر، وإن كان المشاهد بيطلع بيشوف من اليمين الجملة اللي بدي أحكي عنها معلمة بالأبيض فاتح شوي. هو نقش وجد في تل دان في شمال الأراضي، شمالية الأراضي المقدسة اليوم، بالعربي بسموه تل القاضي، ويعود هذا النقش للقرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد. الشيء الجميل في هذا النقش أنه كان في لحد هاي الحفريات في نهاية القرن العشرين كان في تشكيك على وجود داود، وبالتالي بيت داود، ما يسمى يعني المملكة الموحدة وبعدين المملكة يهودا. لكن إن كان نتذكر في الكتاب المقدس مكتوب في العهد القديم عن عدة حروب كانت في ما بين مملكة إسرائيل ومملكة أرام سوريا اليوم في شمال إسرائيل، وفي الحفريات سنة 1993 في تل دان لقوا كمان نصب، وهذا نصب برضو نصب انتصاري. على الأغلب بيفكروا أنه هذا اللي كتبه هو ملك حزائيل ملك أرام، برضو مكتوب في الكتاب، والنقش مكتوب باللغة الآرامية القديمة بالخط الفينيقي. في الحلقة الأولى للي بحب يرجع احنا حكينا عن شوي عن الخطوط، فأحيانا الخط يعني بيكون مختلف، ولكن بيكون يكتبوا بلغة معينة ولكن بخط تاني. فهون عندنا مكتوب باللغة الآرامية القديمة بالخط الفينيقي اللي كان دارج في شمال إسرائيل في منطقة لبنان اليوم. وهذا النقش بوصف كيف غلب أرام، يعني دولة أرام، مملكة أرام، مملكة سوريا، كيف هزموا ملك إسرائيل وبيت داود. فعمليا هو عم بيحكي عن انتصارات على مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل مع بعض، بمعنى أنه لما إحنا بنقول في مملكة إسرائيل وفي مملكة يهوذا، هاي في شهادة خارجية أخرى تاني بتحكي عن أنه كان في داود وكان في نسل لداود اللي بنسميه وبنعرفه بشكل كبير، ولكن هون من بالكتابة بكتابة غريبة من ناس يعني وثنيين بنسميه بيت دافيد. على فكرة بالعبري نفس الكلمة بيت دافيد، بيت داود، وملك إسرائيل ملك إسرائيل، عم بقولها بالعبري وبالعربي.
وهذا بيضرب عصفورين بحجر واحد، انه في داوود وفي مملكتين من بعد داوود، احنا بنعرف من بعد سليمان هي، بس انه من بعد عهد داوود وعهد ابنه صارت مملكتين، المملكه اللي بتتسمى مملكه اسرائيل ومملكه الثانيه بيت داوود او مملكه يهوذا. يعني هاي الكتابات نفسها هي احنا بنسميها بومرانج، يعني بيضربوا نفسهم بنفسهم، اللي بيشككوا بتطلع على الكتابات والامور اللي بتشوفوها، فبتلاقي لما العدو، وهي مهمه يتذكرها المشاهد، لما العدو بيكتب شهادته موثوقه. يعني كان انا قعدت امدح في شخص هو حبيبي، هذا مفهوم انه انا بدي ابالغ، انا بدي اكذب، انا بدي ادون طبعا، يعني كانسان طبيعي. ولكن ان كان عدوي قاعد يحكي عن شخص وهذا شخص عدوه، فهو اكيد راح يحكي الاشياء حقيقيه. وهون مثال واضح لذكر ناس وشخصيات وبالتالي ممالك واضحه موجوده بلسان ارام. واللي بيعرف الكتاب المقدس بتاعه بيعرف انه الحروب بين ارام واسرائيل كانت كثير مستمره ل يعني سنين هاي عددها. وفعلا يعني الكتاب المقدس بيتكلم باسهاب عن هذا الموضوع اخ مكرم. يعني حتى نبوه ايليا لما طلب من اليشع امسح حزائيل ملك على ارام، والملك حزائيل كانت أداة تأديب لإسرائيل، وطبعا الرب أقام ياهو بن نمشي اللي كان برضو أداة قضاء على بيت أخاب، وبنفس الوقت قتل ملك يهوذا في هذه المعركة. وهذا إن دل على شيء يعني بتأكد صحة هذه الشهادات. صحيح جدا. طيب ناخذ النصب اللي بعده أخ مكرم. اللي بعده نصب ميشع، كمان من القرن التاسع، 850 تقريبا قبل الميلاد. لاحظوا يعني وانتم تطلعوا عليه انه مبين عليه مكسر، بس بنحكي قصة تكسيره، يعني واضح كامل هو ولكن مكسر. احنا بنحكي عن نهاية القرن 19، 1868، في منطقة ذبيان في الأردن. اكتشفوا نصب لملك مؤاب، وهذا الملك اسمه الملك ميشع، وبيكتب بيوصف فيه حربه مع إسرائيل كمان. واللي اكتشفه هو شخص فرنسي كان الأنصل في القدس وقتها، كليرمون جانو أو جانو، من حاول إنه هو يحافظ عليه، عمل له نوعا ما شيء اسمه نسخ أو طباعة حسب التقنيات القديمة، طبعه يعني ثبت اللي موجود، لأنه اللي صار بعدين وهذا سبب تكسيره، إنه حبايبنا البدو وعشائر البدو حبوا إنه هن يربحوا شوي في هذا النصب، فولعوا تحته نار وداروا عليه مي مسقعة واتكسر النصب، بمعنى إنه هن كانوا حابين إنه كل عشيرة تأخذ قسم على أساس هذا شيء ثمين بده يربحوا، كل العشائر تربح، يعني ما حداش يطلع يعني خسران. طبعا هن في هاي الحالة كسروا إشي ثمين، ولكن الحجر هو موجود بالحجر بازلت أسود مكتوب فيه باللغة الموآبية، لغة كتير كتير قريبة، أنا يعني قريتها لغة كتير قريبة للغة العبرية، يعني لما أنا قدرت أفهمها وأنا ما بعرف موآبي، فيعني نقدر أن نقول هي قريبة، لكن كمان مرة بالخط العبري الفينيقي القديم، وفي نقطة بين الكلمة والكلمة، فبتوضح لنا يعني بنقدر نقرأ بشكل واضح. هذا النصب هو نصب تذكاري فيه توجه ديني وسياسي، هو بيحكي عن نفسه عن الملك ميشع، وبيقول انه هذا انا بكرس انتصاراتي لكموش، معروف لنا بالكتاب المقدس كموش إله الوثني لمؤاب، وبمجد يعني نفسه إنه هو تمرد على إسرائيل وحرر مؤاب من تحت احتلال أو ضغط عمري ملك إسرائيل، وإنه هو هزم الأعداء وإنه وسع حدود بلاده
وهذا الشيء كثير كثير مشابه لاقوال الكتاب المقدس اللي موجود عندنا في الكتاب المقدس، بس بدون مبالغات. مكتوب انه ميشع ملك مؤاب كان صاحب مواشي، وادى لملك اسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش، يعني كان يعطيه ضريبه. وعند موت اخاب عصى ملك مؤاب على ملك اسرائيل، فهو بيحكي عن العصيان، وحتى بيوضح يعني كلمه كيف قدم ابنه ذبيحه، ولما قدم ابنه ذبيحه كيف يعني اسرائيل هيك نقزوا من الموضوع وقالوا هذا شيء شرير وابعدوا عن الموضوع كله. ولكن بنقدر نفهم من ذكر يهورام ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهودا، اللي هو مكتوب عندنا في ملوك سفر ملوك الثاني في الاصحاح الثالث، بنقدر نعرف انه تقريبا النقش هذا بيعود لحوالي 850 قبل الميلاد، القرن التاسع، ملائم للتاريخ، ملائم للاحداث، وملائم للشخصيات المذكوره. والمنطقه ايضا، يعني المنطقه قريبه تمام كلها من بعض. ناخذ اللي بعده اخ مكرم. اللي بعده بنرجع شوي على مصر عشان ما يزعلوش حبايبنا المصريين. مسلة شلمن قصر الثالث، هاي المسلة بسموها السودة، وكتبت حوالي نص القرن التاسع قبل الميلاد، 825 قاف قبل الميلاد. هاي المنصة المسلة هي نصب أشوري، آسف أنا قلت مصري، أنا قلت قصدت أشوري، يعني اليوم شمال العراق. اكتشف في مدينة كلخ، مش الكرخ اللي حكينا عنها، منطقة تانية اسمها الكلخ اللي هي اليوم مدينة بسموها النمرود في شمال العراق. برضو بترن الأسماء من أسماء الكتاب المقدس، نمرود، اللي اكتشفها عالم آثار بريطاني كان في ذاك الوقت، اللي كانوا حاكمين طبعا العثمانيين. الاكتشاف كان 1845. وبتوصف هاي المسلة حملات الملك شلمن قصر الثالث، وطويلة حوالي مترين، معروضة في المتحف البريطاني، وفيه خمس مقاطع من لوحات النحت البارز، وبتسجل أسامي ملوك أجانب بقدموا الضريبة لملك أشور. ففي النص الثاني أو في المقطع الثاني بيفرجي ياهو اللي بيقول يعني بيقدم ضريبة، اللي هو على الأغلب ياهو ابن عمري، يعني أنا كاتبه كيف طريقة اللفظ باللغات هناك، ياهو ابن عمري، ياهو ابن عمري، هذا أقرب ما يمكن، لأنه العين والحية طبعا مرات كتير بتكون إعاقة بين اللغة واللغة، فمش كل اللغات فيها كل الأحرف. فبقول أنه هذا الملك قدم فضة وذهب وأواني ذهبية وفضية ورصاص وصولجان، وأنا بقول أنا أخذت. فعم بيشهد أنه هذا الملك خضع له و يعني قدم له الضريبة، وبيذكره باسمه وباسم أبوه ياهو ابن عمري. واو، تاز تاز، أشياء جميلة ورهيبة، لأنها بتسمي الاسم واسم الأب، وهذا الشيء اللي كان متعارف عليه. كمان شوي رح نشوف فكرة الاسم الابن أو الشخص والأب أبوه، وكمان في العهد الجديد لما نشتغل عليه أنه الابن والأب أو الشخص وأبوه هي كافي عشان نحدد مين هذا الشخص. إن كان الشخص مشهور يكفي هذا الاسم المزدوج لتحديد. أيوة فعلا. طيب ناخذ النقش اللي بعده أخ مكرم. النقش اللي بعده نقص جدا مشهور يا أسيس نزار، وأنا وياك شفناه ودخلنا فيه ومشينا فيه حتى، هذا اسمه نقش نفق سلوام، يعود للقرن الثامن قبل الميلاد، يعني 700 قبل الميلاد. صورته برضه بتفرجي أنه اتكسر برضه كمان لهدف أنه يربح منه أكثر. إله كمان قصة، يعني أنه هو موجود في قلب قناة اللي عمليا احنا بنفهمها من الكتاب المقدس، انه لما بال 701 قبل الميلاد، لما الملك الاشوري سنحريب اجا وحاصر اورشليم،
كانوا طبعا عارفين وقت قسم من استعدادات الدفاع عن المدينة إنه الملك حزقية، الملك التقي اللي كان في يهوذا، عمل تحصينات وعمل سور جديد عن الأحياء الجديدة اللي كانت في المدينة، وكمان عمل شغلة يعني مهمة جدا، اللي كان الوادي أو النبعة الوحيدة والكبيرة في أورشليم، وادي الجيحون اللي بنعرفها لحد اليوم، كانت خارج القصور. فراح عمل شيء كثير مهم، انه حول مية الوادي لبركة عملها في الداخل، في داخل الأسوار، اللي اليوم بنعرفها اسمها بركة سلوام. ولكن عشان يوصلها راح مش بس طم النبعة، ولكن حفر في قلب الصخر تحت الأسوار حتى المي تقدر تدخل لداخل المدينة، وهيك المدينة بتصمد في الحصار، لأنه اللي بيعرف إنه الحصار بيعتمد كتير على المي، إن كان في مي، والإشي الثاني الأقل أهمية هو الأكل، المي، لأنه ما بيقدروش يستغنوا عن المي، ففوت المي عشان يضل في عندهم مي ما يجي العدو ويقدر يعني يخليهم يستسلموا خلال يوم أو يومين، لأنه فيش مي. وهذا اللي بنشوفه احنا في اخبار الايام صح 32، انه الملك حزقية تشاور هو الرؤساء، طموا مياه العيون وخارج المدينه، وراح سد مخرج مياه الجحون الاعلى ونزلها تحت الجهه الغربيه من مدينه داوود، اللي بنعرفها اسمها القناه. القناه جميله وموجوده، بتشهد في قلبها هذا الكتابه اللي بتحكي عن آخر يوم في الحفرية. القناة طولها حوالي نص كيلو، 533 متر. العملية كانت هندسية جميلة، لكن الإشي كان إنه هن كانوا يحفروا منشأتين من منطقة ومن منطقة، وآخر يوم لما التقوا الحفرين يعني وفتحت القناة، توصلت القناة وصلة واحدة، عملوا نقش بالعبري وكتبوا عليه ايش صار. بنفهم منه انه كان في زيدة او يعني مثل شق في الصخر، وهذا الشق هو اللي ساعدهم كيف يمشوا ويلتقوا مع بعض بشكل كبير. وطبعا زي تقولوا يعني الحفارين مفتخرين انه احنا اللي انهينا وانجزنا هاي العملية، والقناة موجودة النقش موجود، ولكن موجود في تركيا، لأنه اليهود والمسيحيين اختلفوا مين بده ياخده، فكان الحكام وقتها هم العثمانيين، فالعثمانيين قالوا كل شيء بتختلفوا عليه أنا احنا بناخده، وهو موجود في تركيا في أحد المتاحف. المتاحف. يا والجدير بالذكر ان هاي القصة مذكورة طبعا بالتفاصيل في سفر إشعياء، وطبعا في الأخبار بتتكلم عن حصار سنحريب حول أورشليم، وأخذ مدن كتير من يهوذا. ولما وصل أورشليم صلى حزقية، وطبعا كان في أيام النبي إشعياء، وصلى كمان، والرب أرسل ملاك وضرب من جيش سنحريب 185,000 جندي، ورجع لبلده وأولاده قتلوه في المعبد بتاعه. فهاي القصة مذكورة، وطبعا بركة سلوام اكتشفت حديثا، والنفق ما زال موجود، نفق حزقية اليوم في القدس. كثير من السياح اللي بحبوا يمشوا تحت القدس القديمة، هذا ما ذكره الأخ مكرم. خلينا ناخذ بعد هذا المنشور الصفحة اللي نعم، هو بعديها. منشور سنحريب، المنشور يعني الموشور، هذا الشكل اللي بيعرفوه جماعة الهندسي، من القرن السابع قبل الميلاد 691. هذا شيء جدا حلو، لأنه عمليا هذا الموشور هون بيسجل انتصارات الملك سنحريب المعروف لإلنا، اللي احنا ذكرناه قبل شوي، تفضل القسيس وذكره، وبيكتب عليه في الكتاب المسماري في سنة 691 قبل الميلاد، ووجد في نينوى عاصمته، إذا هو وجد في المكان الطبيعي.
وهذا موجود وارتفاعه 31 سم وقطره 17 سم معروف بالضبط لنا، موجود اليوم القنصل البريطاني. في ذاك الوقت اكتشفوا الملك سنحريب بيفتخر في حملاته العسكرية وحملة يهوذا وكيف عصى على الملك حزقية، وبيوصف الغنيمة اللي أخذها والأسرى وأكثر من 200 ألف، ولكن بيقول أنه رغم عدم تدمير أورشليم لكن الملك حزقية واصل يدفع ضريبة يعني غصب عنه. وهذا طبعا اللي احنا بنقرأ في الكتاب المقدس. في السنة الرابعة العشرة للملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، هو ملوك الثانية 18 طبعا. وفي الموشور مكتوب أما حزقية اليهودي، شوفوا الاسم يهودي يعني من مملكة يهوذا، الذي لم يخضع للغزاة، اسمعوا، 46 مدينة حصيني والمدن الصغيرة التي كانت في المنطقة حاصرتهم وأخذتهم. هذا يعني النص اللي قريناه من الموشور هذا اللي كتبه سنحريب. وفي طبعا الكتاب برضه في ملوك الثاني 18 بيكمل وبيقول انه ملك اشور اجى على ملك حزقية بجيش عظيم واتوا لاورشليم، وبيوضح يعني المقابلة بيناتهم كتير كتير جميلة. بالفعل أشياء رائعة، شهادات خارجية. نشكر الله نشكر الله نشكر الله لأجلها. في الجزء القادم رح نتكلم عن الأختام واستخداماتها. أعطينا فكرة عن الأختام بشكل عام بعدين منفوت للصور. الأختام هي عمليا مثل الختم، ختم وخاتم هي نفس الكلمة في كتير لغات قديمة، حتام مثلا في العبري. بمعنى انه في الفص الخاتم هذا اللي بنقول له اللي بيلبسوه السيدات بشكل كثير وكمان الرجال، هذا عاده يعني يشكل مثل اظهار مسؤوليه الشخص او سلطه الشخص نفسه. فعلى الخاتم يعني الختم من فوق كيف راح نشوف كان يكون مكتوب أو اسم الشخص أو اسمه وعمله مثل ما رح نشوف كتير منهم بشكل نطلع عليها بشكل سريع. ولكن لاحظوا أنه لما بيكون في تنظيم وإدارة بحاجة للمسؤولين يستخدموا هاي الأختام حتى يعني يثبتوا في التجارة في الإدارة في بلاط الملوك في القانون في الحياة الاقتصادية والتجارية لتوقيع الشهادات، وال من بعد ما يكتبوا الشهاده او الامر او العقد فبيختموا بهذا الختم. عاده بيستعملوا ماده اللي هي بتنشف يعني مثل الفخار اللي هو طري، بعدين صاروا يستعملوا مثل الشمع، ولكن في الاول كانوا يستخدموا الفخار، راح نشوف امثله عنه. فبيختموا اما بينشف بيتركوا شوي تينشف الفخار، وبيكون هذا تثبيت لأنه إن كان انكسر الفخار إذا وكأنه حدا فتح هاي الشهادة أو يعني أراها، فهذا وكأنه تعدي على الملك، اللي هذا يسمى يعني وكأنه التوقيع اليدوي للملك
اللي بيفرجي هويته ونسبه ومكانته، وبيثبت المستند ومصداقية المستند مجرد بهذا الخد. وطبعا بتظهر سلطة الملك وملكية الموضوع، يعني هذا ختم شخص مهم جدا تعطي مصداقية للموضوع. نعم. طيب رح نعطي بعض الأمثلة بسرعة. تفضل. وأكثرها وجدت في بلادنا، أكثرها وجدت في بلادنا في المدن الكبيرة. بنبدأ في ختم شيء مع عبد يربع عام، ممكن يكون يربع عام يعني الأول أو يربع عام الثاني. يظهر لما بيكتبوا عبد مش معناته عبد المعنى خادم، بيظهر أنه لأنه العبد ما في عنده ختم، فيظهر أنه هذا أحد من المسؤولين في عهد الملك يربع عام الثاني. وهذا برضو اكتشفوه في حفريات مجده، يعني في أماكن جدا حفروها بشكل دقيق جدا، والكتابة بالخط العبري القديم، من فوق مكتوب لشيمع ومن تحت عبد يربعام، عبد يربعام نفس الاشي مثل العبري مثل العربي. كمان واحد جميل ختم ملك حزقية ملك يهوذا، وبرضه من فوق مكتوب لحزقياهو ملك يهوذا بتعبير السلطة زي الشعار له على اليمين. فمن لاحظ انه هذا الختم نفسه، هذا يعني الدمغه نفسها اللي يمكنكم شايفين هي مجرد سنتي يعني، ولكن لها كثير اهميه سنتي لانها الختم صغير. من وراها في كمان ختم مشهور لشخص اللي هو كان كاتب في اواسط الملكين، كان مهم في الكتاب، وكان اسمه جماريا بن شفان. ممكنكم ملاحظين تحت انا حاطط كمان انه هذا الشخص مكتوب في الكتاب المقدس، مخدع جماريا بن شفان الكاهن في الدار العليا. الدار العليا معناها انه هو في الطبقات الراقيه من المجتمع في اورشليم في ارميا 36، ولقوه في مدينه داوود يعني في منطقه القدس القديمه اللي بتعود لفتره الملوك. كمان ختم معروف اسمه يرحم ال ابن الملك، والشيء الحلو انه كمان في ارميا 36 مذكور بهذا الاسم يرحم ال ابن الملك، واحد من اولاد الملوك اللي هو يعني طبعا ابن ملك طبعا عنده الختم تبعه، وكمان نفس الشيء من فوق بيكون اسمه ومن تحت لقبه عاده يرحم ال بن ملك ابن الملك. إذا بتحب أكمل في الأختام. لا يعني أنا الحاجة الملفتة للنظر إنه في كذا كاتب مذكور في العهد القديم وبالذات في أسفار الملوك، ولكن هون الشيء الجميل عم بحدد كل ختم بالفترة الزمنية. يعني شفنا ختم جمريا بن شفان في أرميا 36 كمان كان كاتب، وبعديه يرحم إيل يعني الله يرحم ابن الملك، كمان في نفس السفر في نفس الإصحاح أرميا 36. فإحنا ممكن صحيح. نكمل أخ مكرم. يعني أنا بس بدي أقول شغلة إنه إحنا السبب إنه أنا حطيت الأبجديات في أول العرض في الحلقة الأولى، إنه يعني كمان اتفضلوا آسف يعني منقول اتفضل لأي شخص بده يبحث، يعني مفكر إنه ممكن الأخ مكرم اخترع هاي الكتابة عنده موجودة كمان على الإنترنت، وكمان أنا حطيتها في البداية ممكن يحطها ويقراها، وزي ما قلت العبري قريبة على العربي بس نعرف العبري القديم في هذاك الوقت، وبيقدر يقراها ويشوف حقيقي برخية يعني اللي بعدها مثلا برخية اللي هو باروخ ابن نيريا الكاتب كمان في سفر أرميا مذكور، بقول عنه كمان كاتب يعني كمان اللقب تبعه أو الوظيفة تبعه وبحكي عنه في أرميا. كمان واحد كمان ختم غيره، بنلاحظ هاي الأختام أكثرها يعني ما عدا الأول أكثرها هي الدمغة نفسها،
مش الخاتم نفسه الخاتم، وإنما الدمغة الكتابة. اللي بيدمغ فيها، وشايفين كيف من يعني لما دمغ فيها كيف من برا أدخن بتصير، لأنه انضغطت من خلال الخاتم. فخاتم اللي بعده خاتم عزريا ابن حلقية اللي لقينا كمان في مدينة داوود. وعلى فكرة مدينة داوود هي يعني قريب جدا على نفق حزقية، تقريبا هي في نفس المكان، فاللي يعني يفحص عنها بيقدر يشوف الاكتشافات العظيمة اللي لقوها في السنين الأخيرة. في أخبار الأيام صح 9 مكتوب عنه إنه رئيس بيت الله. ممكن يكون هذا الشخص هو رئيس الكهنة في هذاك الوقت، نعرفش، ولكن رئيس بيت الله هو لقب كتير كتير محترم، وخصوصا إنه وجد الإشي في مدينة داوود. هذا معناه إنه مع الطبقة العالية، وللأسف كانوا الكهنة هن يعني من مش من عامة الشعب، وإنما من الطبقة العالية الأغنياء المرتشين عادة للأسف. اللي بعده خاتم يهوخل ابن شلميا، برضه في أرميا 37، ومنشوف مكانته انه الملك صدقية الملك اللي سبي لبابل، انه ارسله حسب ارميا 37. فاذا مش يعني مش عم بيرسل واحد هيك مش معروف، وانما فلان ابن فلان زي ما قلنا. وهذا الختم اللي موجود عليه برضه كمان نفس الشيء، من غير نطلع هو كان شي سنتي سنتي وشوي يعني بالحجم اللي معروف. كمان ختم معروف، ختم أدونية الذي على البيت. هذا شيء كثير مهم. أنا اخترت من مئات الأختام، اخترت هذول الأختام لأنه كل واحد بيلفت نظر لشغلة معينة، وبيثبت يعني كتابات الكتاب المقدس بشكل دقيق جدا. الذي على البيت، الأدونية الذي على البيت، أشير على هبايت في العبري. هاي الوظيفة الذي على البيت، وظيفة الشخص المسؤول على القصر الملكي، المسؤول عن السياسة الداخلية والخارجية، يعني مثل رأيك كأنك تقولون وزير داخلية وخارجية في نفس الوقت. وبسبب يعني أهمية هذا الشخص بنلاقي في كل الكتاب المقدس بس 7 أشخاص مذكورين بأنه فلان الذي على البيت. إيه أنا حطيت بعضهم، يعني الملوك الأول 4 وملوك الثاني 18. بس هاي وظيفة كتير كتير مهمة، كتير مشهورة، وكتير قليل استعمالها، لكن هذا بدل إنه هذا الشخص يعني هو شخص مشهور، شخص محترم، له وظيفة مهمة. ختم اللي بعده جدل يا ابن فشحور. العبري ما فيها جيم، فإحنا بنقول جدليا، لكن هي جداليا مثل الجيم المصري في العبري، ما في جيم في العبري القديم، اليوم صاروا يستعملوها الجيم، ولكن جداليا ابن فشحور هذا واحد من المستشارين تبعون الملك صدقية، وبرضه مكتوب في أرميا 38، ومكتوب جداليا ابن فشحور بشكل واضح الدمغة الختم تبعه. و عملنا هيك لفة سريعة عن وفشحور كمان مذكور في سفر أرميا، بعتقد إصحاح 20، اللي ضرب أرميا لما كان بيتنبأ على أور شليم. فعلى الأرجح هو نفس يعني نعم. جدل يا ابن هذا الأمير، أبوه كان أمير في منطقة الهيكل. صحيح يعني. صحيح يعني. إن كان بدنا نكمل بعد إذنك يعني الموضوع اللي بعديه كتير حلو، وإذا ممكن هذا يعني تعطينا فكرة أوسع. نعم. بركة الكهنة. بركة الكهنة هي إشي معروف لحد اليوم يعني، ولكن طبعا إشي بنعرفه من سفر العدد إصحاح 6، شوفوا سفر العدد يعني من وقت النبي موسى. ولكن هاي البركة أو الشيء اللي لقيناه، أنا بقول شيء لأنه إحنا مش عارفين بالضبط شو هو، بيعود القرن السابع قبل الميلاد، وهو بيكتب عليه مكتوب الشيء اللي اسمه بركة الكهنة. بركة الكهنة لبني إسرائيل قائلين: يباركك الرب يحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك
ويمنحك سلاما فيجعلون اسمي على بني إسرائيل. أنا كاتبة كمان بالعبري على اليمين، ولكن هاي الأصلية والكتابة اللي مكتوب عليها وبالكتابة وبالكتابة العبرية كيف تقرأ اليوم. حطيتها اليوم، حطيتها بهذا الشكل لأنه هي مش معروفة بالضبط إشي. كان سنة 79 عالم آثار معروف جابرييل باركاي بيحفر في منطقة بيسموها يعني كتف الهنوم، اللي يعني زاوية وادي هنوم المعروف لنا من الكتاب المقدس، وكان في مغارة دفن هناك. واكتشفوا بالصدفة، أنا سمعت البنات الصبايا اللي كانوا في ذاك الوقت صبايا صغار اليوم كبار، كيف اكتشفوا اللفتين، لفافتين فضيات صغار. أنا بقول سمعتهم على أساس إنه أنا سمعت من المصدر الأول، يعني مش عم بنقل من 10 مصادر، وهي كمان فيها موثوقية. بالفعل يعني واحدة بدها تزتها، قالت إنه أنا كنت بدي أزتهم، ولكن قالت لها صاحبتها، قالت لها تعالي اطلعي عليها، اتفرجوا عليها. قالوا لا لا، لازم نفرجيها لجابي للعالم الآثار. فلاقوا فيها لفتين صغار من فضة ومكتوب عليها إشي هن مش فاهمينه. طلع إن هي النصوص العبرية هاي اللي هي بركة الكهنة، ويظهر بالشكل الغريب اللي هي لقوها فيها، اللي فرجيته في الـ 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 أول ما عرضت، إنه ممكن إنها تكون زي حجاب اللي يعني البركة حماية لأهل البيت، ولأنه كاتبين كمان أسماء عليها. وهذا هو أقدم نص لبركة الكهنة اللي اكتشفناه لحد اسم. احنا دائما بنقول لحد اليوم، ثاني يوم بعد كل يوم في اكتشافات جديدة، ولكن هذا معناه انه هاي البركة كانت مستخدمة في ايام الهيكل الاول، في ايام يعني الملك سليمان وما بعده. ولكن يظهر انه ان كانت مثل يعني تميمة او اليوم بنقولها حجاب، يعني ممكن انه كانت في لها هيك مقدوحه قدحوا يلبسوها زي اسواره او شيء على الرقبه للحمايه وللحفظ، طبعا حسب كيف كانوا يعملوا. ولكن مهم ان نتذكر انه هاي واحده من الاشياء اللي الكلمات اللي لحد اليوم اليهود المتدينين بحافظوا عليها. اكتبها عن كلمه الله، اكتبها على ألواح، على قوائم بيتك، وعلى رأسك لما وقت الصلاة. قوائم البيت طبعا معروفة اليوم، المزوزة، كل بيوت اليهود تقريبا فيها جنبها هاي، بنحكي عن تفاصيلها مرة تانية، ولكن أشياء من الكتاب المقدس اللي بعدهم بحافظوا عليها، وممكن أنه هاي كانوا يستخدموها أنه يلبسوها للبركة. وما زالت تستخدم إلى يومنا هذا. نعم. طبعا الصورة اللي بعديها كمان شخصية مشهورة جدا في الكتاب المقدس، اللي هو انتصارات الملك نبوخذ نصر. نعم، احنا بنعرف تاريخيا انه الملك نبوخذ نصر سنة 586 اجا وسبى مملكة يهودا، من بعد ما 120-130 سنة من سبي مملكة إسرائيل، إجا وسبى ملك مملكة يهودا. ولكن طبعا واحد مثل نبوخذ نصر الملك البابلي العظيم ما بصير إنه هو يعمل هذا العمل العظيم بالنسبة له، السبي والانتصار على مملكة، أكيد مملكة كبيرة، لأنه لما بيكتب هيك بيحفر تذكار، معناته طبعا كمان مرة بنقول المملكة كانت كبيرة مش صغيرة. ولكن هو بيكتب عنه إشي كتير غريب الحقيقة، إنه إثبات جدا غريب في الخط المسماري بالكتاب البابلي. بيقول فيه إنه في السنة السابعة، عم بقرا القسم الأسفل أنا، في السنة السابعة من شهر كسلو جمع ملك أكاد، يعني اللي هو بابل، جيشه وذهب إلى حث، نزل في مدينة يهوذا، احتل المدينة، قبض على ملكها، وضع عليها ملكا كما أراد، وأخذ عطيتها الثمينة إلى بابل. طيب تعالوا نقارن شو هذا كتب وشو الكتاب المقدس كتب.
الكتاب المقدس بيقول انه الملك نبوخذ نصر قبض على الملك يهوياكين ملك يهوذا، واخذ كنوز المملكه غنيمه، وعين ملك تابع له اسمه صدقيه، وهدم الهيكل وهدم هيكل اورشليم طبعا، وهاي اللي النقش الفخاري من بابل بتفرج الحرب وانتصار نبوخذ نصر على ملك على يهود. ان كان بتحب نتابع اشي كمان مرتبط عنه، تفضل، اللي هي الكتابه عن الملك يهوياكين كمان سنه 590 قبل الميلاد تقريبا، وبرضه احنا شايفينها بالخط المسماري اللي اخذه نبوخذ نصر سباه. نعم. لكن يا أسيس نزار اتفرج على التفاصيل الرائعة اللي بيشهد عنها الوثنيين عن إيش صار مع الملك يهوياكين. يعني هو مش بس أخده، لكن من بعد ما نفاه الملك نبوخذ نصر لبابل وكان معاه أعيان دولة يعني مملكة يهوذا، الملك يهوياكين مذكور عنه قديش كان يطعميه. يعني الشيء اللي مكتوب في الكتاب المقدس، انا رح اوضح الفكره، انا في الكتاب المقدس في الترجمه تبعتها مش هالقد واضحه الفكره، لكن يعني بملوك الثاني 25 بيقول كان الملك يعني يهوياكين ياكل الخبز امام الملك نبوخذ كل ايام حياته. وفي كلمه هناك اسمها وظيفته. وظيفته بالعربي شوي صعب اليوم، لكن بالعبري أروحته يعني الإعالة تبعته، الوجبات تبعته، وجبات دائمة، وظيفة دائمة. يعني كانوا يطعموه وكانوا يعطوه وجبات يومية من عند الملك، أمر كل يوم بيومه كل أيام حياته. طيب نتفرج شو الملك الملك نبوخذ نصر قال. الملك نبوخذ نصر بيقول لك انه انا اعطيته حصص غذائيه وبفصلها. فيجي بيقول اعطينا نصف، اللي نصف طبعا هاي احنا بنحللها اليوم ان هي عشر الكر، يعني حوالي 22 لتر. بعدين 2.5 كا اللي هي 4 لتر زيت، يعني قديش بعطيه خمر قديش بعطيه زيت، لابناء ملك ارض يهوذا الخمسه. يعني هو بيقول قديش اعطاه وقديش اعطى اولاده، وبالفعل هن كان في اهتمام في كل الحاشيه تبعته انه هن يطعموهم يحترموهم. يعني احنا انتصرنا، احنا سبيناكم، ولكن الكو علينا حق انه احنا نطعميكم ونسقيكم ونحترمكم كل ايام حياتكم، وان كنتوا موجودين عندنا في بابل كمسبيين لكن احنا بنحترم. فتشبيه مقارنه جميله جدا جدا ما بين الوثيقة البابلية اللي هي وثيقة إدارية، يعني عم بتقول قديش يعني واحد عم بوصل قديش يا الملك قال إنه لازم نعطي فلان وعلان، وهون بالأسماء والتفاصيل بشكل كتير كتير كبير. والتفاصيل الموجودة في الكتاب المقدس عن يهوياكيم وكيف أخذوا نبوخذ نصر وعاملوا كتير منيح، غير عن الملك صدقية اللي بالنهاية قلع عينيه وقتل أولاده إلى آخره كما كان يفعل الملوك القدماء. نأخذ الوثيقة اللي بعدها، وثائق اليهود. وثيقة اليهود، اليهود كمان من القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، برضو مكتوبة في بالحروف المسمارية، ولكن هذا من اسم كلمة يهود ودوري من رن في بالنا اليهود يعني. ولكن هي مجموعة لوحات من الطين من القرنين الخامس والسادس بتعطينا معلومات عن حياة المسبيين. احنا هسه حكينا عن حياة الملك وحشيته، طيب شو مع المسبيين؟ كمان هون موثق حياة المسبيين من مملكة يهودا في بابل بعد خراب الهيكل. الكتابة مسمارية مكتوبة بلغة الأكادية، يعني اللغة المستعملة في بابل، وبتحكي عن
مسائل قانونية وإدارية، دفع الضرائب، القروض. وهون بيبرز مجموعة من أطراف هاي الاتفاقيات، اليهوداي اللي حسب أسميهم مبين أنهم هن من يهوذا، من مملكة يهوذا. و بتفرجي هاي الوثائق قديش مهمة أنهم هن يحافظوا لهم على، معطيهم مجال أنهم هن يحافظوا على هويتهم، لغتهم، ثقافتهم، دينهم، طالما هن يعني ما بتعارضش مع الحكم اللي في بابل. وطبعا طبعا بيشهد عنها الكتاب المقدس في أرميا 29 عن رسالة النبي أرميا اللي بعتها من يهوذا للمسبيين، وقال لهم هيك بهذا التعبير كمان: ابنوا بيوتا واسكنوا، اغرسوا جنات كلوا ثمرها، خذوا نساء أعطوا، خذوا بنيكم نساء أعطوا بناتكم رجال، واكثروا هناك ولا تقلوا. بالفعل كان في تعامل كبير، تعامل محترم، واعطوهم يعني كميه الناس اللي طلعوا اعطوهم مجال انهم يعيشوا بشكل محترم. ممتاز. وكمان يعني فعلا الاشي العجيب اخ مكرم انه بتشوف نفس الكلمات ونفس الكتابات موجودة في الكتاب المقدس، وهي نبوة ارميا طبعا اللي رفضوها في ايام صدقية وسبب السبي البابلي. ناخذ المرسوم كمان اللي هي بعد مملكة بابل. نختم في المرسوم برضو بكمل الصورة. من بعد السبعين سنة الملك كورش سمح لهم أنهم يرجعوا، كمان 538 قبل الميلاد. برضو المرسوم موجود على ألواح طينية، وهذا المرسوم بالشكل الأسطواني اللي شايفينه بيكتبوا الملك كورش باللغة الأكادية، وبيسمح للشعوب اللي طردها البابليين أنه يرجعوا ويرمموا معابدهم ويمارسوا شعائرهم. وهذا بالفعل يعني بنقرأ في رسالة في بداية سفر عزرا، وفي أخبار الأيام في نهاية أخبار الأيام 36. والهدف أنه يعني الله وضع في قلب هذا الملك كورش اللي يعني الكتاب أو الله يسميه رعية، لأنه أعطاه إشارة أنه يرجع، وكأنه هو الراعي اللي بده يرجع شعب يهوذا مش شعب إسرائيل، مدينة آسف مملكة يهوذا، يرجعهم على بلادهم. والهدف كان يعني أنه سمح لليهود يرجعوا على يهوذا، ويرجعوا يعيدوا بناء الهيكل اللي احنا بنعرفه باسم بداية الهيكل الثاني في فترة زربابل وعزرا الكاهن. طيب احنا شفنا كل هذه يعني الأشكال يعني وشفناها، ايه اللي عاوز توصل يعني شو الملحوظات اللي بفكرك عاوز توصلنا اياها؟ اول شيء قديش قعدنا حلقتين على هذا الموضوع، في اشياء كثيره انا بس بدي امرق عليها بس بالذكر يعني بالاسم. وشوف قديش يا سيس نزار قديش هذا التاريخ وعلم الاثار بيشهد. على السريع أخ مكرم لأنه معنا دقائق معدودة. نعم، أخذنا عينات، ولكن طلع في هون عندنا نقش الرماح، تل الرماح بيذكر يؤاش، عن كتابة تغلت فلصة تذكر مناحم، لوح نمرود بيذكر ضريبة أحاز ملك يهودا، نقوش لخيش بتحكي عن احتلال نون نينوى، سنحارب لخيش، وتاريخ أشور بانيبال، رسائل يب مثلا، هاي يعني حلقات بينعم على كل واحد من هاي الاشياء بشكل كثير كثير كثير. لكن ان كان بتسمح لي انه انا بس اجمل اللي قدمناه بيكون يعني بشكل فضل. سريع. احنا بنقول انه علم النقوش بيهدم نظريات المتشككين، بما انه احنا اكتشفنا بلغات مختلفه في طبقات اثريه مختلفه في مواقع اصليه منها عواصم وقصور، فرجة مصداقية اللي مكتوب في الكتاب المقدس. الهدف كان تمجيد الملوك، عشان هيك لما بذكر المستضعفين أو المغلوبين بأسمائهم معناته هن وجدوا. نظرية بداية الكتابة في القرن الثامن هدمت، لأنه في خربة قيافة لا، من القرن العاشر في عنا كتاب، في عنا الجرار اللي حكينا عنه معناه أنه في نظام إداري للمغلوبية،
من القرن العاشر مش القرن الثامن، واسماء الاسماء الاشخاص بشكل كبير، طريقه اللفظ مختلفه، ولكن اشخاص بودي بفرجي انه هذول الاشخاص موجودين، وهذا معنى شهاده خارجيه حياديه ومهمه لاحداث اماكن شخصيات الكتاب المقدس. احنا مش بحاجه عندنا ايمان، لا مش بحاجه لدليل اثري، لكن اللي فرجيناه في هذول الحلقتين دليل خارجي قوي ضد اقوال كل المشككين والمهاجمين من قلب عن كلمه الله، ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. وطبعا انت ذكرت عينات كثيره من النقوش المختلفه والاختام، وكلها اسماء مذكوره في الكتاب المقدس. ايه الرساله اللي ممكن توصلها اخ مكرم للمتشككين واللي بحاولوا يرفضوا صحه الكتاب او سلطه الكتاب المقدس ولو بدقيقتين؟ الرساله اللي بنقولها بشكل واضح، اقوال الله صادقه، اقوال الله مشهود عليها من في قلوبنا بالروح القدس، من الكتاب المقدس المعصوم، من الشهادات الخارجية اللي عرضناها. إن كان أنت أخي أو أختي في عندك الأمان الكافي أنك أنت تفحص شو أنت بتآمن، تفحص الهجومات اللي بتسمع عنها، تفحصها بشكل دقيق، تطلع عليها وتصلي تقول له يا رب اكشف عن عيني، اكشف عن عيني أرى عجائب من شريعتك، اكشف عن عيني فرجيني الطريق الصح، فرجيني أنه أنا يعني هاي الأشياء اللي وضعوها الأحبة قدامي مش هدفها هجوم علي، وإنما فكر كمان مرة، أقول ليش أنا شفت هذا البرنامج، ليش الجماعة هذول عم بيحكوا بكل يقينية وبكل ابتسامة وبكل محبة وبكل، بقول لك يعني احنا مش عاملين، بقول لك تفضل ايش موجود، الوثنيين شو كاتبين. وانت عزيزي اختي مشاهدي الافاضل، احكم بنفسك، قرر، فكر، صلي لله، والله اكيد ان كانك امين، ان كانك اميني، الله راح يرشدك للحق، والحق واضح، تعرفون الحق والحق يحرر. أمين. دكتور مكرم شكرا جزيلا وربنا يباركك. وأنا حبيت الختام اللي ذكرت فيه، وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. فعلا الحجارة بتذكرنا وبتحذرنا في نفس الوقت. قال الرسول بطرس: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. قال الرسول بولس: لأننا لسنا كالباقين غاشين كلمة الله. ويقول الكتاب المقدس: فقدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. اللي عمله اليوم دكتور مكرم، وهي عن دراسة وعن بحث طويل أحبائي، اللي حاول يظهر أن هذه الكتابات تظهر حقيقة الأمر عن هؤلاء الأبطال، سواء بفشلهم وسواء بنجاحهم، ولكن في النهاية بورينا الكتاب وبيستعرض أنه في شخص وحيد واحد هو الكامل بلا خطية، يسوع المسيح. بتأمل هذه الحلقات كانت سبب بركة لحياتكم. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بحب أسمع آرائكم، تتواصلوا معنا إما على الهاتف أو على السوشيال ميديا، بحب أسمع منكم. ربنا يبارككم وإلى اللقاء.